أنيس الدولة، عصمة الدولة، ضياء السلطنة، تاج السلطنة وغيرهن. نساء قاجاريات تم تقديمهن في عدة مقالات وفيديوهات كشخصيات واحدة لأميرة واحدة بعيدا كل البعد عن الحقيقة التاريخية. تم تداول صورهن ونشرها والحديث عن أميرة قاجارية بشوارب في وقت أن الحقيقة تعدو ذلك. فهذه الصور ليست لشخصية واحدة وإنما لمجموعة كبيرة من الأميرات ونساء السلطنة القاجارية قررن التمحيص في تاريخهن وحيواتهن. فأدهشتنا المعلومات التي توصلنا إليها في بحث حقيقي تعدى مجرد الاستناد إلى مقال نتلوه عليكم. وعن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. كما ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com. منذ أسبوع تقريبا نشرنا فيديو عن أغرب علامات الجمال في التاريخ، ولقد ذكرنا من بين معايير الجمال المثيرة للدهشة تزين نساء قاجار بشوارب فوق أفواههن. ولقد حرصنا في ذلك الفيديو على عدم نسب تلك الصور إلى أي أميرة أو امرأة ملكية، ذلك أن البحث الجاد في هذا الموضوع أوصلنا إلى أن الصور المتداولة على الأنترنت هي صور لمجموعة كبيرة من الأميرات والملكات القاجاريات. ستقولون بأن الصور متشابهة إلى حد كبير، وسأجيبكم بنعم، هن متشابهات ولكن لسن شخصا واحد. وحقيقة فإن التشابه في إيران القاجارية لم يكن سمة تجمع النساء فقط، بل كان سمة تجمع الرجال والنساء أيضا. وهذا ما ذكرته الكاتبة الإيرانية الأمريكية في كتابها نساء بشوارب ورجال بلا لحي. قدمت الكاتبة هذه الصورة التي تحمل عنوان زوج متيم والتي تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، وقالت بأنه في أحيان كثيرة كان التمييز بين المرأة والرجل بالغ الصعوبة، وذلك لأن مفاهيم الجمال كانت متباينة في زمن إيران القاجارية التي امتدت ما بين 1785 و 1925، حيث كان يتم تصوير جمال الرجال والنساء بسمات وجه وجسد متشابهة جدا. وفي أحيان كثيرة كان ما يميز الذكر عن الأنثى في التعبيرات البصرية شكل غطاء الرأس فقط. ولقد ذكر في نفس الكتاب أيضا للباحثة الدكتورة أفسانة نجمة دابي بأن سيدة بلجيكية زارت البلاد القاجار في القرن التاسع عشر ولاحظت بأن الأميرات كن ذات شوارب صغيرة وملامح رجولية، وهكذا كان حال معظم النساء في قاجار. وحقيقة فإن هذا الكتاب قد سلط الضوء على الميولات الشاذة التي كانت سائدة في العصر القاجاري، ومما لا شك فيه فإن هذه النزعات هي السبب الرئيسي في بروز طرق الزينة هذه عند النساء القاجاريات. ونمر الآن أعزائي للتعريف بصاحبات الصور الحقيقيات. البداية ستكون مع الأميرة تاج السلطنة التي عاشت ما بين 1884 و 1936، وهي ابنة نصر الدين شاه إيران وزوجته توران السلطنة. كانت الأميرة تاج السلطنة والتي تعرف أيضا بزهرة خانم ناشطة حقوقية في مجال حقوق المرأة، كما كانت معروفة بميولاتها الأدبية، كما يعرف بأنها كانت معشوقة لشاعر فارسي وهو عارف قزويني الذي كتب لها قصيدته أي تاج. كتبت الأميرة تاج السلطنة مذكراتها حيث أنها وصفت الكثير من تفاصيل الحياة في البلاد القاجاري. تحدثت تاج السلطنة عن معاناتها بعد أن تمت خطبتها وهي في الثامنة من عمرها، كما تحدثت أيضا عن زواجها وهي في الثالثة عشر، وعن الطلاق الذي حصلت عليه بعد أن أنجبت 4 أبناء. وتعتبر هذه الأميرة من أوائل النساء في العائلة المالكة التي حصلن على الطلاق. كما تعرف تاج السلطنة أيضا بمعارضتها للحجاب وبنزعتها التحررية الكبرى. نأتي الآن أعزائي إلى امرأة قاجارية أخرى راجت صورها بشكل كبير، فبدت بشوارب وحواجب غير مهذبة ومتلاصقة، وكانت ترتدي الحجاب مع تنانير قصيرة أسفلها وملابس غريبة. هذه الصور أعزائي هي صور حقيقية، ولكنها ليست لابنة ناصر الدين شاه قاجار. وصاحبة هذه الصور هي فاطمة الملقبة بأنيس الدولة، والتي كانت الزوجة المقربة لقلب
قلب الشاه، حيث كانت لها مكانة خاصة في قلبه لم تحظى بها 84 امرأة في حريم الشاه. وطبعا فلقد كانت نساء نصر الدين شاه مقسمات ما بين زواج رسمي ومؤقت أو متعة. كانت أنيس الدولة تلقب بملكة إيران، وذلك لأنها كانت تشارك في الأعمال الإدارية وكانت تطلع على شؤون الحكم في البلاد، كما أن صورتها التي وضعت على نيشان يرمز لقرص الشمس كانت تقديرا لها. عاشت الملكة أنيس الدولة ما بين 1842 و 1897، ورغما عن كونها من أصول متواضعة جدا إلا أنها استطاعت الاستحواذ على قلب وعقل السلطان، ووصفت بأنها كانت تتمتع بشخصية وذكاء عظيمين. كان لها الحق في الحديث بصراحة مع الشاه وإصدار الأوامر، وكانت دائمة السفر مع زوجها والوحيدة التي سمح لها بتناول الطعام باستمرار معه. ونمر الآن إلى أميرة قاجارية أخرى عرفت أيضا بأنها كانت صاحبة شوارب رفيعة. هذه الأميرة هي ضياء السلطنة، ابنة فتح علي شاه شيه إيران، عرفت أيضا باسم شاه بيغم خانم، وكانت خطاطة وشاعرة فارسية. عملت ضياء السلطنة كسكرتيرة خاصة لوالدها، حيث أنه كان يحبها ويقدرها ويحترمها بشكل كبير. اشتهرت ضياء السلطنة كونها شاعرة، ولقد تم تسجيل شعرها من قبل شقيقها محمود ميرزا في مختاراته عن الشاعرات، والتي جمعها سنة 1825. ولقد كان كتابه هذا بأمر من ضياء السلطنة نفسها. ومن الأميرات القاجاريات الشهيرات الأميرة عصمة الدولة ابنة نصر شاه. عادة ما تتم الإشارة إلى أن هذه الأميرة هي صاحبة كل تلك الصور، إلا أن الحقيقة كما قلنا أن تلك الصور تعود إلى عدة أميرات ونساء ملكيات. والأميرة عصمة الدولة هي واحدة من 12 ابنة للشاه الإيراني. استطاعت عصمة الدولة كسب ثقة والدها الذي كان يحبها ويحترمها كثيرا. وأما عن تلك الإشاعات التي حيكت حولها فهي لا تعد كونها مجرد إشاعات. هكذا أعزائي نكون قد قدمنا لكم مجموعة من الأميرات التي راجت صورهن كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن الكثيرون بأنها صور لأميرة واحدة. نؤكد بأننا لم نذكر كل الأميرات التي ظهرن في تلك الصور، فتوجد مثلا فخر التاج وأنس ديكان والكثيرات، إلا أننا اجتهدنا في هذا التقرير في تقديم صورة أوضح على النساء القاجاريات. نتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.